هنستقبل دلوقتي مع حضراتكم واحد من الاسماء الكبيره جدا في جنوب افريقيا، واحد من اساطير منتخب جنوب افريقيا، نيل توفي. وبالمناسبه هو من الجيل اللي حقق بطوله الامم الافريقيه سنه 96، البطوله اللي استضافتها جنوب افريقيا. وكان ظهور بالنسبه لجمهور الكره في افريقيا غريب شويه، لانه كانت قبل كده طبعا بسبب عقوبات جنوب افريقيا ممنوعه او محرومه من المشاركه في البطوله. وكان من الغريب انه في اول ظهور ليها تظهر ب المستوى القوي ده وبالتشكيلة الرائعة دي من اللاعبين. كتير من النجوم ما زلنا حافظين أساميهم لغاية النهاردة، ومنهم نيل توفي. وهو نيل بالمناسبة كمان كان المدير التقني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا، وكان أحد زملاء بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي اللي لعبوا معاهم في منتخب جنوب أفريقيا. نيل توفي، بداية بشكرك على وجودك معنا، وبرحب بيك طبعا على شاشة النادي الأهلي في السادسة. شكرا لكم يا رفاق، وانا سعيد جدا بالتواجد معكم. بدايه اسالك، وانا اعرف انك انت يمكن لعبت وزملت بيتسو موسيماني كلاعب في منتخب جنوب افريقيا، يهمني اسالك في البدايه عن تقييمك ورؤيتك في الموسم الاخير لمشوار موسيماني مع النادي الاهلي، الصفقه اللي يمكن اثرت كتير من ردود الافعال على مستوى القاره الافريقيه. ازاي بتشوف او ازاي بتقيم نجاحات موسيماني مع النادي الاهلي؟ في بداية الأمر أود أن أبارك لبيتسو موسيماني على العمل الجيد الذي عمله مع الأهلي. أنا زاملته في المنتخب الجنوب أفريقي البفانا. هو لديه موهبة طبيعية، هو كان لاعبا فريدا وكذلك مدرب، ويستطيع لديه القدرة جيدة جدا على إدارة المباريات كمدير فني. الآن خاض العديد من البطولات في المستوى الأفريقي والعديد من النجاحات بالفعل مع الأهلي. هو مصدر فخر للجنوب أفريقيين، فاز بالعديد من البطولات مع سان داونز، واعتقد انه تميز جدا في الفتره الاخيره. الامر كان جيدا جدا للاهلي وكذلك بيتسو موسيماني على حد سواء. الاهلي دائما اعتاد على احضار المدربين الاوروبيين، وكان لديه الثقه، ولكن الان لديه الثقه في بيتسو موسيماني مدير فني افريقي. وبالنظر لما فعله في بطولة إفريقيا وعلى المستوى المحلي، هو تطور كثيرا منذ أن كان مع سان داونز. هو مدرب ذكي، هو تأهل بنجاح للعديد من النهائيات. خليني أسألك النهاردة، يمكن أنا كنت بقول لك في البداية أنه الصفقة دي أو ارتباط مستر بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي أثار دهشة كبيرة، خصوصا أنه كل الأندية الكبيرة لسنوات طويلة اعتمدت بشكل كبير جدا على مدربين أوروبيين. فكان استقدام النادي الأهلي بيتسو موسيماني أثار يعني علامات استفهام بشكل كبير. لكن النهاردة بعد قضاء موسم كامل وكم كبير جدا من النجاحات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي في بطولات عالمية، هل تعتقد ده ممكن يغير من خريطة المدربين أو من توجهات الأندية الكبيرة في أفريقيا في السنوات اللي جاية؟ أتمنى ذلك. أتمنى أن يكون لدينا الثقة في المدربين الأفريقيين. كرة القدم لعبة عالمية، وكذلك المديرين الفنيين يجب إعطاء المديرين الفنيين الأفارقة الفرصة. ومن وجهة النظر الجنوب أفريقيا، ما فعله بيتسو موسيماني على مستوى كل البطولات هو أعطى نظرة للكرة الجنوب أفريقية، وما يستطيع المدير الفني الجنوب أفريقي أن يفعله. فأعتقد على الأندية الأفريقية أن يعطوا المزيد من الثقة للمدربين الأفارقة. إزاي شفت ردود الأفعال في جنوب أفريقيا تحديدا على نجاحات موسيماني، وخصوصا انه مثلا على سبيل المثال في مشواره في تحقيق لقب دوري الابطال النسخه الثانيه طبعا السنه دي، تخطى اثنين من اكبر انديه جنوب افريقيا، تخطى نادي سان داونز في دور الثمانيه، وتخطى فريق كايزر تشيفز في نهائي البطوله.
حسنا، الرأي العام في جنوب أفريقيا هو رأي واحد، الفريق يساند المنتخب الخاص بهم في كل البطولات والأندية الجنوب أفريقية كذلك، وكانوا يتمنوا أن يروا فرقهم تفوز بالدوري أبطال أفريقيا. وكذلك كان نجاح بيتسو هو مصدر فخر للجنوب أفريقيين، لأن المدير الفني الجنوب أفريقي هو مدير فني ملتزم بأي مهمة يتولاها، وبيتسو موسيماني كان بمثابة المفتاح لهؤلاء المدربين لإعطائهم الأمل في تحقيق هذه الإنجازات. طيب خليني أتنقل لنقطة تانية، وبمناسبة الكلام عن فريق سان داونز وهو واحد من الفرق اللي بتعتبر من الفرق القوية جدا على مستوى القارة، كايزر تشيفز أيضا الجنوب أفريقي قدر يوصل لنهائي دوري الأبطال، وعلى الرغم من قوة الجنوب أفريقي على مستوى الأندية إلا أنه منتخبها فشل في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب اللي أدت لده؟ أعتقد كما تعرف أن الفريق المنتخب الجنوب أفريقي كان لديه لحظاته الكبيرة في الماضي، لكن الأمر الآن أصبح صعبا. الفريق الجنوب أفريقي كان لديه العديد من المباريات الصعبة، إذا كنت فريقا كبيرا يجب عليك أن تفوز في المباريات الكبيرة، والآن لا نمر بأفضل لحظاتنا. يجب عليك أن يكون هذا مجرد تحذير للكرة الجنوب أفريقية، يجب أن ننتبه. الفريق لديه القدرة الفنية، لكن من الناحية العقلية لا يملكون ذلك. اللاعبين في جنوب أفريقيا، إذا اتكلمنا على تجربة نجاح موسيماني كمدير فني، خليني أكلمك شوية على فكرة انتقال اللاعبين. يعني يمكن معظم الأندية في مصر النهاردة بتعتمد على لاعبين أفارقة بشكل كبير جدا، لكن في ندرة لتواجد اللاعب الجنوب أفريقي. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ وبما انك انت توليت ايضا مسؤوليه المدير التقني السابق لمنتخب جنوب افريقيا، خليني اكلمك على افضل اللاعبين في جنوب افريقيا في الوقت الحالي. اعتقد ان لدينا مشكله في مواجهه هذا الامر بالفعل. الدوري اللاعب الجنوب افريقي لعب جيد جدا ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن للأسف لا نراه في المسابقات الأخرى، لكن نراه بالفعل في أوروبا ونراه في دوريات أوروبية كثيرة. فالنجاحات التي حققها الدوري الجنوب أفريقي تنعكس كذلك على اللاعبين المحترفين لدينا. يبقى اسماء لاعبين زي بيرسي تاو او كيجن دولي من اللاعبين اللي في جنوب افريقيا اللي ليهم شهره كبيره في مصر، ممكن تكلمنا عنهم اهم مميزاتهم من وجهه نظرك كمدير تقني سابق لمنتخب جنوب افريقيا، وايه هي نقاط القوه في كل لاعب من الاسمين دول، بيرسي تاو وكيجن دولي؟ بيرسي تاو هو لاعب من الذين يحملون راية بلادهم في أوروبا، هو لاعب رائع لديه قدرات هائلة، لاعب سريع جدا يستطيع أن يلعب في العديد من المراكز، يلعب كمهاجم ثاني، يلعب كمهاجم خلف المدافعين، يلعب كجناح، هو لاعب جيد جدا. وبالنسبة لكيجان دالي هو لاعب مميز، لديه القدرة على صناعة اللعب ولديه القدرة على الإبداع في الملعب، هو لاعب رائع جدا. هؤلاء اللاعبين الاثنين لاعبين رائعين جدا، وخصوصا إذا انضم إلى نادي كالأهلي. نيل ضافي بشكرك على وجودك معانا، واطلب منك طلب اخير من خلال برنامج السادسه، اذا كان ليك انك تبعت رساله لواحد من رفقائك في منتخب جنوب افريقيا بيتسو موسيماني، ايه الرساله اللي تحب توجهها له؟ بالنسبه لبيتسو اعتقد ان المدربين الفنيين جنوب افارقه استفادوا كثيرا من تجربتك
أنت فتحت فرصة لباقي المدربين الجنوب الأفريقيين. نحن نحبك، نحبك جدا، ونحثك على الاستمرار فيما تقوم به من نجاحات. فعندما تفوز يا بيتسو نحن نفوز كذلك. الأهلي، أنت تصنع نجاحات كثيرة مع الأهلي، فاستمر في ذلك. نيل طافي، نجم منتخب جنوب أفريقيا، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل وعلى الوجود معنا في وتواجد معنا في برنامج السادسة. بشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لنا نروح لفاصل، نرجع نستكمل معاكم عن بصمات البيتسو موسيماني الفنية والتكتيكية عن النادي الأهلي بالصورة وبتحليل. هتشوفوا أرقام الحقيقة عن تطور مستوى الفريق ككل، وعن أبرز ملامح مستر موسيماني وبصمات مستر موسيماني مع فرقة النادي الأهلي في الموسم الحالي.